بسم الله الرحمن الرحيم. معدنا يا ولاد بإذن الله مع الدرس الكام؟ الدرس الثامن والأخير في المحور الثاني للصف الرابع، الفصل الدراسي الأول من مادة تكنولوجيا المعلومات، يعني ده آخر درس في المنهج. اسمه إيه؟ تطبيق ما تعلمته. تعالى كده نقول مع بعض إن الباحثون والمستكشفون بيعملوا إيه؟ بينشروا نتائج الأبحاث بتاعتهم عن طريق إعداد تقارير رقمية. عن طريق إيه؟ إعداد تقارير رقمية. طب يا ترى في طرق لده؟ في طرق متعددة لطريقة نشر أبحاثهم ونتائج أبحاثهم، منها العروض التقديمية المعروفة باسم برنامج باوربوينت، وأيضا مقاطع الفيديو المصورة، والتالتة الملصقات الإعلانية اللي احنا بنقول عليها بالإنجليش بوسترز، جمع بوستر. تعال ناخد واحدة واحدة. أولا العروض التقديمية اللي هو برنامج الباوربوينت، ده برنامج من إنتاج شركة مين؟ مايكروسوفت. مايكروسوفت باوربوينت. طب البرنامج ده بيعمل ايه يا ولاد؟ بيعمل اعداد للعروض التقديمية من خلال عرض شرائح، والشرائح دي بتبقى متدرجة بطريقة ممتعة علشان تقدر تعرض افكارك، ومن خلال عرض الباوربوينت او العرض التقديمي تقدر تضيف له صور والرسوم وكمان تأثيرات أنيميشن سواء كانت صوتية أو مرئية، ودي بتكون ممتعة جدا للعين. والبرنامج ده مش مجرد صور ورسوم ومؤثرات، لا ده نقدر أضيف له نص رائع في الرؤية من خلال برنامج الوورد أرت. طيب ده الجزء الأول الباوربوينت. الجزء الثاني لطريقة عرض الأفكار ونتائج الأبحاث هو مقاطع الفيديو. ممكن نعمل إعداد لفيديو خاص بك كوسيلة لعرض بحث ما. طيب لو أنا حبيت أعمل مقطع الفيديو ده، إيه الأدوات اللي محتاجها وإيه الاحتياجات؟ أولا جهاز الكمبيوتر المحمول، اللابتوب، وممكن الجهاز اللوحي، التابلت، وممكن الهاتف المحمول الموبايل، ويكون مزود بكاميرا وميكروفون داخلي. كده أقدر أعرض الفيديو بالصوت وبالصورة، وأقدر كمان أعمل مقابلات مع آخرين وأضيف المقابلات دي للفيديو الخاص بي، وأقدر أضيف كمان مزيد من المؤثرات السمعية والبصرية اللي بتضيف الإمتاع على الفيديو. وخلي بالك يا حبيبي، في كتير من البرامج والتطبيقات على الهاتف المحمول خاصة بإعداد الفيديوهات تقدر تستفيد منها، ولكن يجب عليك التأكد من الأمان التام للتطبيقات والبرامج المحملة على الأجهزة. العامل الثالث أو العنصر الثالث الملصقات الإعلانية البوسترز. والملصقات الإعلانية البوسترز دي تعتبر يا ولاد من الطرق المسلية والطرق الفعالة والجذابة لعرض أفكارك. طيب هل في بعض النقاط اللي أنا لازم أخلي بالي منها لو استخدمت البوسترز أو الملصقات الإعلانية؟ أيوة، في بعض النقاط المهمة الواجب توافرها، منها الألوان اللي استعملها تكون ألوان زاهية لكتابة المعلومات بشكل جذاب. النقطة الثانية عرض المعلومات من خلال الصور والرسوم والأشكال المختلفة. النقطة الثالثة أكون حريص على كتابة المعلومات بخط عريض وفونت واضح ومميز، ليه؟ حتى يتمكن الآخرون من قرايته عن بعد. النقطة الرابعة الحرص على تقديم الأفكار بوضوح مع ذكر مصدر المعلومة. تعال ناخد بقى تدريبات الدرس، وأول سؤال ضع علامة صح
أو علامة خطأ أمام كل عبارة. النقطة الأولى، لإنشاء مقاطع الفيديو تحتاج لجهاز مزود بكاميرا وميكروفون داخلي أقول له العبارة صحيحة. النقطة الثانية، الكتابة بخط رفيع ملهى على الملصقات الإعلانية بتساعد على القراءة عن بعد، أقول له خطأ، ده خط رفيع وغير مميز للعين. النقطة الثالثة، برنامج العروض التقديمية مايكروسوفت باوربوينت هو برنامج تمتلكه شركة جوجل. الإجابة خاطئة، شركة مايكروسوفت باوربوينت. اختر الإجابة الصحيحة. أول نقطة، يمكنك أن تجري المقابلات مع الآخرين من خلال لقاءات مباشرة ولا ملصق إعلاني ولا كتاب ولا مجلات. أقول له بدم مقابلات يبقى ما فيش غير مين يا أولاد، اللقاءات المباشرة دي اللي بتتم من خلالها المقابلات. النقطة الثانية، يمكنك استخدام إيه في مقاطع الفيديو، الفقرة ولا العرض التقديمي ولا الهاتف المحمول ولا الملصق الإعلاني. أقول له بدم مقطع فيديو يبقى الإجابة الهاتف المحمول كوسيلة للتصوير بالكاميرا والميكروفون. السؤال الثالث، اختر بعد اختر اكمل، ومعانا اربع جمل. يمكن مشاركة النتائج والمعلومات عن طريق استخدام الباوربوينت العروض التقديمية، وايه كمان وايه كمان؟ اقول له فهمتك، التلات عوامل ومقاطع الفيديو وكمان مين؟ الملصق أو الملصقات الإعلانية. النقطة الثانية، برنامج مين بيدي تأثيرات صوتية للعرض التقديمي؟ أقول له الإجابة باور بوينت هي اللي بتدي المؤثرات. النقطة الثالثة، لإعداد فيديو كوسيلة لعرض بحث ما من الضروري توفر إيه ويكون مزود بكاميرا؟ أقول له توفر الكمبيوتر ويكون مزود بكاميرا وإيه وميكروفون. النقطة الرابعة والأخيرة في الحلقة، يمكنك أن تستطيع استخدام إيه في حالة عدم توفر بعض الأجهزة والبرامج لعرض أفكارك؟ تمام، لو الأجهزة مش متوفرة والبرامج مش متوفرة أقدر استخدم مين؟ الملصقات الإعلانية. ده آخر سؤال معانا في درسنا اليوم، الدرس الثامن، تطبيق ما تعلمته في المحور الثاني. عايز تذاكر الشرائح الجميلة دي هتلاقيها على صفحة مستر حامد البيومي. عايز تحل التدريبات وتتفرج على الحلقة على قناة روائع البيومي. شير في الخير، خلي الكل يستفيد. وده آخر درس نظري في منهج تكنولوجيا المعلومات، الفصل الدراسي الأول الصف الرابع. انتظروا المراجعات والاختبارات على قناة روائع البيومي، وما تنسوناش من صالح دعواتكم. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.